خلي بالك. لازم نفهم ان جماعة الاخوان عندها رغبة قوية جدا ان هي تعود مرة اخرى للمشهد على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي. عشان كده هنجد الجماعة الان عندها ازمة حقيقية موجودة بتتمثل ان قطاع عريض جدا من شباب الاخوان او الجيل الحالي للجماعة بيمر بحالة من التمرد التنظيمي والتمرد الفكري، عشان شاهد سقوط الجماعة قدام عينيه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الجيل الحالي خرج بره الاطار يعني المرسوم ليه بدقه، اللي هو اطار السمع والطاعه. طب الجماعه هنا هتلجا لايه؟ هتلجا لصناعه جيل جديد. جيل جديد يتم صياغته وفقا لادبيات مشروع الاخوان، اللي هو بيتمحور او بيتمركز في مساله جاهليه المجتمع، الانصياغ لمبادئ السمع والطاعه وتقديس قرارات القيادات. في شريحه في المجتمع الجماعه وجماعات الاسلام السياسي بشكل عام بتستهدفها، اللي هي ايه؟ اللي هي القطاع الطلابي. القطاع الطلابي اللي هو من اول اولى ابتدائي لحد نهايه اخر سنه في الجامعه. طيب ده بيتم استقطابه ازاي؟ او الجماعه شايفاه ازاي؟ الجماعه بترى ان القطاع الطلابي او الشريحه العمريه الكبيره ديت شريحه يسهل استقطابها، يسهل التاثير عليها، يسهل ان هي تكون خاضعه لافكار الجماعه، يسهل استمالتهم للصف الاخواني او الهيكل التنظيمي للجماعه. الجماعه هنا بتعتمد على اسلوب معين في عمليه الاستقطاب، اللي هو احنا بنسميه العقول البيضاء. يعني ايه عقول بيضاء؟ دي عناصر شبابيه او طلابيه ملهاش انتماءات فكريه او سياسيه، بيسهل جدا صناعتها وفقا لما يسمى كده بالتشدد والتطرف الديني. يعني بيصنع عقل متطرف دينيا ومتشدد دينيا بما يخدم اهداف جماعه الاخوان. طيب الشريحه العريضه ديت، هل الجماعه بتستقطبها كده عشوائيا ولا هناك آليات ووسائل وأدوات بيتم استخدامها في عملية الاستقطاب والتجنيد؟ ليه احنا بنقول الكلام ده؟ عشان كل واحد يخاف على أولاده في البيت ويعرف هما بيقابلوا مين وبيلتقوا مع مين وبيروحوا فين، لأن الأسرة لها دور كبير جدا في وقف عملية الاستقطاب والتجنيد اللي جماعة الإخوان بتمارسوا على قطاع كبير جدا وشريحة عريضة جدا من المجتمع بتتمثل في القطاع الطلابي. علشان ما يكونش ده مصيرهم. موت اللي تقدر عليه تموت. دول كفرة. إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم. اللي هيرشها بالمية هرشه بالدم. هذه الجموع ستنفجر فيكم. هيكون في دماء، هيكون في سيارات مفخخة. الدعوة صريحة للقتل. خلي بالك وخلي بالك.